عايز اروح استاذ صبحي من رحم المعاناه يولد الامل ويولد الابطال دول. نادي الزمالك تعرض لظروف غير طبيعيه، مجلس ادارته تعرض لما لا يتحمله بشر، ومع ذلك بنقدر ننجح، بنقدر نقف على رجلينا، بنقدر نعيد ترتيب اوراق، بتقدر تعمل كل اللي ضد الناس كلها عايزاه، انت بتقدر تنجح في وسط هذه الازمات وكل المشاكل اللي بتصدر لك وانت مالكش دخل فيها، ومع ذلك بتقدر تعدي وبتنجح وبتحصد بطولات، والنهارده بتجيب كاس غالي قوي لجماهير نادي الزمالك. بص، انا هعمل مقارنه بما ان الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي هم المتنافسين دايما. عايز اقول لك ليه الاهلي تراجع؟ ليه نتائج الاهلي تجمدت؟ ليه الخسائر توالت؟ لسبب واحد بس، انك في التوقيت ده غيرت موسيماني اللي كان ماشي كويس قوي مع الفرقه. اذا هذا القرار اضر بالنادي الاهلي بنسبه عظيمه جدا. ماذا بقى لو اضفت ليه حل مجلس اداره النادي الاهلي؟ بس موسيماني هو اللي ما كانش عايز النادي الاهلي، هو اللي قرر. بغض النظر، لا بغض النظر، ما انت وصلت معاه لخلاف، يعني طالما وصلت معاه لخلاف هو اختار انه يمشي. ايوه، هو اللي ده قراره هو، يعني ما حدش مشاه، هو موسيماني قال انا مش هكمل. لا، ما انت كونك تفشل في انك تبقي عليه، ده اللي انا عايز اقوله. دي حاجة عندي حد زي موسيماني، انا مسؤول. لما يبقى عندي فيريرا دلوقتي اللي كسب الكاس النهارده ويمشي الصبح، هيبقى مرتضى منصور مسؤول، فاهمني؟ فانا بحمل مسؤوليه لمجلس اداره الاهلي انه ترك هذا الرجل اللي احنا كلنا كنا بنتكلم في سحر وجن وسفلي وعلوي، كانت ماشيه معاه قوي. هي كره كده يا كابتن صبري، طول ما انت بتكسب هتكسب، بتخسر هتخسر. فطالما ان الراجل كان ماشي كويس قوي، انا اتصور انه كان يبقى. ضيف بقى على ده يا كريم انك لا قدر الله مثلا، ها، رحت جاي مجلس اداره الاهلي حله 3 مرات، رحت معين له 3 لجام، ها، مشي من عنده 12 لعيب، تمرد عن عنده لعيب 2 لعيبه، خلاص هرب من الاخر لعيب زي اللعيب الايفواري اللي كان عندنا. انقل ده كله حصل في نادي الزمالك. يا جماعه احنا من شهر واحد كنا بنعتذر للجماهير، بنقول لهم من فضلكم الزمالك بره الموسم ده. نعم. وطلع رئيس نادي الزمالك قال لهم سامحونا. المعطيات كانت بتقول وأنا كده. وانا طلعت وطالبت بانه 7 8 لاعبين من اللي كانوا في الملعب النهارده يرحلوا عن نادي الزمالك. لكن هم ردوا. ما احنا كنا زعلانين ليه؟ كان صوتنا عالي ليه؟ لان مش ده الزمالك ومش دي روح الزمالك. النهارده عندك ال 11 لعيب بيدافعوا مع بعض، الزمالك كان بيتحرك بشكل جماعي اكتر من رائع. وطبعا صبري يمكن انت ترصد دي اكتر مني. انا النهارده نيمار كان رجع في الشوط الثاني لمدافع باك رايت صرف قدام المسلوسي، فبالتالي قفل الزاويه بتاعت علي معلول الحته دي قوي. يعني انت بتتكلم في تحركات. وبعدين تعالى بقى، انت عرجت على الجماهير. الجماهير دي جزء كبير ومهم بالانجاز اللي اتحقق. هم الجزء الاهم. يعني لو اللي عمله رئيس نادي الزمالك واللي عمله لاعبي نادي الزمالك واللي عمله فيريرا في غياب الجماهير، مش هناخد البطوله. مش هترجع. الجماهير اللي ادتك الحماسه دي، اللي رجعت الروح تاني للفانله البيضاء، فبالتالي اصبحت انت عندك عناصر منظومتك كامله متكامله. بالاضافه برضو الاعلام، الحمد لله ازعم انه اصبح اعلام قوي جدا جدا جدا، وسوشيال ميديا زملكاويه قويه جدا 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 لما بتتحد وبتلتف حول الفريق. فانت عندك منظومه، كل عناصر النجاح كانت موجوده. النهارده انا بقول لك مبروك الدوري، مش مبروك الكاس. الكاس خلص، انا بقول لك مبروك الدوري. عندي يقين جامد ان الزمالك ان شاء الله هيجمع تاني بين الدوري والكاس هذا الموسم، وفريرا يكرر انجازه باذن الله. نتمنى له كل التوفيق.